أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. حفل على ريهام سعيد بسبب فتاة المول، ريم البارودي وأحمد سعد يوضحان حقيقة انفصالهم، طلعت زكريا بتوع الإعلام في بث مباشر كفاية نصب الناس تعبت، عبد الباسط حمودة يسجل 30 دعاء ديني جديد لرمضان القادم، رانيا محمود ياسين تهجر الفن وتتجه للتوك شو. وقعت مشادة كلامية بين الإعلامية ريهام سعيد والإعلامية إيمان الحصري بسبب عرض ريهام سعيد لصور شخصية للفتاة التي تعرضت للتحرش بأحد مولات القاهرة، واضطرت إيمان الحصري مذيعة برنامج 90 دقيقة إلى إغلاق الهاتف في وجه ريهام سعيد. مش بس كده كمان، ده كمان سما المصري هجمت ريهام سعيد بسبب طريقة تناولها لحادث الفتاة في برنامجها، وأكدت سما المصري إن اللي عملته ريهام سعيد بنشرها لصور خاصة للفتاة سمية يعرضها لدخولها للسجن، وأضافت سما المصري إن عندها صور كتير لريهام سعيد وهي لابسة فساتين سهرة ومن الممكن إن الصور دي تظهر للنور، وقالت أنا شخصيا تعرضت للإهانة منها كتير وما يصحش الانتقام من الناس بالطريقة دي. وعلق الفنان تامر عبد المنعم وقال إن اللي حصل مع فتاة المول في حلقة ريهام سعيد مش عرض البرنامج إعلامي إنما الدفاع عن فتاة المطار، ووصف اللي حصل بإنه دعارة إعلامية، وقال لو ريهام عندها صور لسمية هتطلعها إحنا عندنا صور ليها هنطلعها، والرأي العام كله متضامن معيها. نفى الثنائي ريم البارودي وخطيبها أحمد سعد ما يتردد مؤخرا عن انفصالهم، وقالت ريم منذ خطوبتنا وخرجت شائعات انفصالنا مرتين وكانت بسبب سرقة صفحته على الفيسبوك. قال الفنان طلعت زكريا انه انتهى من تصوير نصف احداث مسلسل بث مباشر الذي يرمز لاسمه للقضية التي يتناولها، فكلمة بث نقصد بها كفاية نصب، ومباشر هي اسم الشخصية التي يجسدها بالعمل والتي اضع من خلالها خطوطا عريضة حول شركات الاعلان وقنوات النصب لأقول لهم من خلال المسلسل كفاية نصب على الناس. يستعد الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة لتسجيل 30 دعاء ديني جديد لإذاعتهم حصريا على أحد المحطات الإذاعية في شهر رمضان المقبل بعد نجاح الدعاء الديني الذي سجله عبد الباسط حمودة مؤخرا وإذاعته بعدة محطات إذاعية. أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عن خوضها لأول تجربة كمذيعة وتستعد حاليا لتقديم برنامج توك شو، وقالت الفنانة إن العديد من الفنانين يخوضون التجربة الإعلامية من أجل التواجد، ولكني أخوضها لأنني أعشق الإعلام كمهنة وأؤمن بدوري ورسالته. وعن رأيها في الأعمال الفنية مؤخرا قالت رانيا إن الفن الذي يتم تقديمه حاليا أصابني بالغثيان، فالوسط الفني أصبح سيئا للغاية وأصبحت غير مستمتعة بالعمل كفنانة في ظل انحدار حالة الفن. كانت معكم وجدة عبد اللطيف أخبار اليوم.